سؤال مشترك لضيوفي قبل أن نودع الزميل محمد شحاتة، من سيستفيد أكثر فنياً محمد شحاتة، عرب آسيا أم عرب أفريقيا من هذه البطولة؟ أعتقد أن الاستفادة الكبرى تكون لعرب أفريقيا. شلون؟ بالنسبة لي لأنه عندهم معترقات كبرى، يعني عندهم مباراة فاصلة كأس العالم وفي عند أفريقيا، يعني أما بالنسبة لمعظم المنتخبات عرب آسيا يعني معظمها فقد الأمل في الصعود باستثناء بعض المنتخبات يعني نعم. عندها أمل طفيف يعني أعتقد أن البطولة فرصة كبيرة لمنتخبات عرب شمال إفريقيا من أجل من نعم صحيح إيجاد عناصر جديدة. لا الكلام مضبوط. ليش؟ لأن أسا الآن شوف احنا شهر الواحد أكو مباريات تصفيات كأس العالم نعم. فيما يخص آسيا الآن منتخبات أفريقيا توضحت صعدت 10 فرق مستوى أول ومستوى ثاني ومعروفة من المستوى الأول ومن المستوى الثاني مبارياتهم في مارس في آذار لكن عندهم بطولة أمم أفريقيا في الشهر الواحد. هذه البطولة راح تكون فائدتها كبيرة جدا لمنتخبات العربية من أفريقيا. ليش؟ أولا راح توفر فرصة ممتازة لكسب لاعبين جدد من المحليين إضافة إلى المحترفين الموجودين، ثانيا تعطيهم دفعة أكثر من إجراء مباريات استعدادية على أعلى مستوى. المنتخبات الآسيوية مثل ما ذكر الأخ محمد الآن تقريبا كلها فقد الأمل، يعني حتى اللي يريد يبحث على البطاقة الثالثة وأتمنى ما يأخذ البطاقة الثالثة حتى إذا تفوق بالبطاقة الثالثة راح يروح مع الخامس من أمريكا الجنوبية، يعني صعب. وإذا واجه لازم يجتاز منه أستراليا أو اليابان صعوبة. السعودية ضمنت تقريبا طبعا. المنتخبات العربية اللي ضمنت التأهل صحيح. من الأوائل. إسماعيل مطر يقول كأس العرب استحقاق مهم وعلى المنتخبات الخليجية استثمار الفائدة الفنية. أخ محمد